نعلي قيمة أن الجهاد والمقاومة ترفع الرأس وتحقق العزة والكرامة، ونبعث بتحية تقدير وإعزاز لشعب غزة الباسل الصامد الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء، الذي رفع أعناق الأمة كلها عالية خفاقة. لم تفعلها دولة عربية ولن يفعلها النظام العربي كله، إنما فعلها شعب صغير ارتضى الله ربا وارتضى الإسلام دينا وارتضى محمد صلى الله عليه وسلم قدوة ورسولا. أيها الجمع الكريم، تحية إعزاز وإقدار لهذه المقاومة الباسلة التي حققت هذا النصر بمعناه الإيماني كما تحدث عنه اليوم الأستاذ نبيل أبو العنين، وبمعناه السياسي، فقد أعلنت إسرائيل منذ بداية هذه المعركة أنها تريد القضاء على حماس، وتريد كسر إرادة المقاومة، وتريد إبطال إطلاق الصواريخ، وتريد أن تحمل عباس على دبابة إسرائيلية إلى داخل غزة، ولكن هيهات هيهات لم يتحقق لها أي من هذه الأهداف، فهو نصر بمعناه السياسي كاملا أيها الإخوة الأحباب. الله أكبر لله الحمد. جئت أتحدث إليكم في موضوع ماذا بعد الحرب على غزة، ولكن باستقراء الأوضاع رأيت أن هذا العنوان لا يجوز ولا يصح، فالمعركة مستمرة وإن كانت وسائلها قد اختلفت وتعددت. المعركة لم تنتهي، ولكن المعركة الحقيقية بدأت. معركة اتخذت الإعلام وسيلة، واتخذت المال وسيلة، واتخذت المكائد والغدر وسيلة، سنتكلم عنها بعد استعراض بسيط لما نحن فيه الآن. نحن أمام نظام عربي فقد أهليته بشقيه، الشق الذي يسمى شق التواطؤ أو شق الاعتدال، والشق الذي يسمى شق الممانعة أو شق الاستنكارات والشد، ومحاولة القضاء على هذه المقاومة في المنطقة. هذا هو الواقع العربي. أما الواقع الفلسطيني فهناك فصيل أو محور رفع الراية البيضاء منذ زمن بعيد مستفيدا بهذه النعم التي يغدقها عليه أعداء الله عز وجل، ويريد أن يحافظ على هذه النعم، فوضع يده في يد أعداء يريدون أن يحققوا أهدافهم. لا أمل فيه، كان يتمنى أن يقضي على حماس ويدخل إلى غزة على أعناق الإسرائيليين، ولكن هيهات هيهات، وقفت المقاومة، وهو الفصيل الثاني الذي رفض أن يكون السلام خيارا استراتيجيا، أي أن نحن نطلب السلام رغم الذل والهوان، رغم الهزيمة، رغم الحصار. محور المقاومة الذي يؤمن بأنه لا بد أن تكون هناك قوة وإن لم تكن في حجم قوة إسرائيل، ولا بد أن يكون هناك توازن الألم، توازن الروح، وليس تنازل القوة، لأنه يؤمن أن الجلوس على طاولة المفاوضات والحوار لا بد من أن أملك قوة أضغط بها على عدوي لأستطيع أن أحصل به على شيء. هذه هي المقاومة، هي لا تريد المقاومة والحرب إلى الأبد، ولكن تريد قوة مقاومة تضغط بها لتحقيق حريتها وتحقيق كرامتها وتحقيق عزتها. هذه هي المقاومة الموجودة، ولا يوجد لها نصير إلا الله والشعوب العربية المسلمة هي التي تقف معها حتى الآن. هذا هو الموقف.